Now you just, oh, man. You would not want to believe that certain people should be massacred, executed, for making simple life choices or for their beliefs. Whereas Ali Dawa, Muhammad Hijab, and Dawa men do believe in such things. Oh my God, look, they're such bad people. Look, Muhammad Hijab, Ali Dawa, and Dawa men, they do believe in such. Every Muslim is the same thing, brother. You're the one that's making it seem like it's crazy. Like, obviously, in the olden day, it's much, much different than what it is now. So just have that as an... Bro, you just got slapped in your face. You know what Adam did? You came to Adam with a shock effect. Do you know your religion and Ali Dawa and Muhammad Hijab and Imran, they believe that... You should have capital punishment to apostates. And you just want Adam to be like, no, really? Bro, Adam is taking the mick out of you. This is a part of our religion. There's a reason to it. Yeah? There's a reason why there's a capital punishment. Because people like you, little weaklings, who leave their religion and cause corruption in the land by spreading it, the capital punishment in Islamic law would be applied to you. We have no doubt. And we're proud of that. Yeah? Capital punishment will be applied in an Islamic state. لم يتركوا الردة لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام كان انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فالوقوف أمام الردة هو الذي أبقى الإسلام وفي آية المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا ما حكم من ينكر حد الردة لتضعيفه الخبر الوارد في الباب الذي ينكر حد الردة شخص ضال لأنه لم ينكر حديثا واحدا عندنا من بدل دينه فاقتلوه عندنا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث التارك لدينه المفارق للجماعة والأثر ثر عن الصحابة وما زالت كتب الفقه تتناول أبواب الردة كلها فيها حكم المرتد لا يوجد كتاب فقه إلا وفيه حكم المرتد انعقاد الإجماع كذلك على قتل المرتد تبكي على أمها كيمشي يأكل المغربي كيدير الجوع وخا ما عندنا والو أربعة خمسة السوايع شتي علاش كتلقى ربو لاصق الجلدة على العظم قلبي على قلبك ضحكوا وي ضحكوا عليك خوندا وانت انا كنت كنكوز انا شنو هي الثقافة الزبارة حنا كانوا كيبين لنا بنادم كيقطع السبول يا السبول للزرع ولا القمح ولا بهذيك الطويلة حنا المغاربة عندنا ديما خصهم يتكاو ويكوزوا باش يقطعوا داك الشيء ما عرفتش انا علاش كنهضر لكم على المنجل اذا الخدوة منا الاخوان لا جينيراسيون ديالنا هذا هو المكتب خصك تخرج منه وتدخل فيه علاش خصك تدخل فيه حيت انت راه خصك تغير شي واحد اخر خصك تغير شي واحد اخر تقول لك انت خرجت من الاسلام علاش كتهضر عليه تقول لك ياك سؤال جريء عندنا ثقافه التكواس لا عندنا واحد الحاجه واعره احنا بغير احنا المسلمين عندنا التوحيد لا سنان لا علم لا صحه لا فلوس ولكن عندنا التوحيد توحيد ولا تلقاها اش كتعني التوحيد الاخوه غير باش تعرف كيفاش كيغسل لك الدماغ ها كاع كنا مغاربه كاع كنا مسلمين ياك تيجي تقول لك عندنا التوحيد وكتخرج في عينك التوحيد هي اكبر كذبه كتعرفها الانسانيه هذا هو التوحيد التوحيد شنو التوحيد اذا كان واحد وانت كتقول جوج اذا حشومه تقول جوج خصك تقول واحد نكونوا واحد لا ديك سميتها فلما قضى زيد منها وترى مزوجنا كي لا يكون انزل اخويا الله يرحم لك الوالدين لا يعز عليك يا والدها خلينا نتناقشوا ادب هذا ياك هذا اش قال لنا خصني نبسطادو هو هادشي اللي كنجي وكنديرو كنتوجعوا على بعضياتنا في هذا الروم واحد الوقت كنت كنوض الصباح وكنشوف في المرايا وتنقول الحمد لله اللي خلقني الله مسلم الله العظيم بالله تقول تخيل دابا كون خلقني الماني ولا سويدي ولا شي حاجه كون مشيت لجهنم وغادي نبقى ناكل في العصا قلت شوار والغسلين والزقوم الله العظيم الاخوان بالله واش دابا الواقع ديال بنادم حتى الصنداله ما كانت عندي انا ديما شاد واحد لورما وغادي كندفل كندير العوينه
وكنقول انا راه احسن من السويد والدنمارك والنرويج والامريكان العالم كله. أنا وما ما قال لي راسي واسمح لي كنت شي جيب ما بالعوينه كيفاش غادي نتحسن من هذوك فهمتي علاش؟ حيت كانوا يقولوا ولاد القحاب انتم راه عندكم الزهر عدات لكم الزغب دخلت حتى لاسبانيا ولكن رجعت من اسبانيا وهي توقف في المغرب كاع هذا زهر زعما قال الاسلام حال داك اللي داز على مراكش قال لي بان لك واحد الدري صغير قال لي واش بان لك واحد الدري في عمره شي 7 سنين وشعره شهاب وعينيه زرقين وعنده واحد الخاله وشلاق محمرين وقال لي داك المراكش كاع هذا زهر الله العظيم قال لك دخل عندنا الاسلام طلع لاسبانيا الطاليان وداك الشيء ولكن هو يرجع علاش؟ حيت حنا بنا ليه نستاهلوا الجنه وداك الشيء هو هذا. قال لك اسيدي حنا راه عندنا الزهر اشنا هي احسن حاجه عندنا هي الاسلام ياكل لنا ضحكوا علينا ولاد القحال اش عطاونا؟ عطاونا شي خرا كاع ما كيتفهمش هي الاولى داك الخرا ما كتفهمش اش بغى يقول سمعتي تيقول لك هكا شويه تيقول لك لا وثاني راه بحال هكا وهذه هي اخر مره ولكن غادي نزيدك ثاني تفهم انت كتقول لي علاش تيقول لك اسكت لا غادي تسولش انت مالك حمار تسول تخصك تامن شهدوا لا اله الا الله وشهد محمد رسول الله وشهد الجنه حقون والنار حقون شهد انا ما شفت والو شهد القحبه تاع تمك شهد دفاكا انت غادي القحبه امك غادي تشهد وغادي تنوض مع 4:30 ديال الصباح ما خصنيش نكون انا ما غاديش نكون هنا ولكن انت غادي تنوض غادي نهز ديال امك من الفراش ديالك واخا تكون فيك الحراره ديال وكديرها كتبني الجامع وكتنوض كاع عباد الله باش تعبر على العبوديه ديالك خطا الدين مواد اللي جاب هذا الاسلام كيرجعوا ليرلي كراس من الحمار والله حتى ايديولوجيه دين ما خطيره بالله امبوسيبل تقول لي انسان واحد جاب هذا الشيء فاش كيجيب لنا شي واحد شي حاجه راه كتلقى عنده ترى قرا على شي 70 واحد ولا 100 واحد ولا 200 واحد راه ما كيجيبش غير من دماغه هذا الشيء اللي جاب محمد راه خصو على الاقل واحد 6 ولا 7 ديال لا جينيراسيون ديال الصقل ها باش الله يعطيك شي حاجه دير ما واحد الفورميلا كي دايره او لازم دير مو كيتفرقع كيهز الطوموبيل وكيبدا داخل وسط عباد الله راه كدير هادي الا شديتي شي واحد عطيتي لدير مو باسولت ولا شحال شي نوع ديال لا دروغ لي انكرويابل عاد كتوصلوا لهاد الحاله بنادم هز الجنويه وكيدوروش كشاكش خارجي اللي من فمه هاد الايديولوجيه صاحبي راه ما يمكنش يكون جابها محمد بقى وكينكحوا في هاد الايديولوجيه كينكحوا فيها في القران وفي الحديث وكيصفيو وقاد هادي وقاد هادي